السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الثالث من وحدتنا الستة، وحدتنا الأخيرة، والدرس ده بخصوص الساينس. ساينس حبايبي شكل ما قلنا اللي هي العلوم. تعالوا يلا نبتدي كلماتنا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. تعالوا يلا نبتدي بالكي فوكابولاري بتاعتنا، والكلمة كلمة natural resources. natural resources natural natural resources resources يعني موارد طبيعية. economy 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 الاقتصاد. tin tin معدن القصدير. copper 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 معدن النحاس. zinc zinc معدن الزنك. fossil fuels fossil fuels fossil fuels وقود الحفري. mineral resources mineral resources يعني موارد معدنية. clean energy clean energy clean energy nature 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 الطبيعة. minerals 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 معادن. product 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 يعني منتج. lead 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 معدن الرصاص. تعالى حبايبي يلا نشوف الاكسترا فوكابولاري اللي هو مديها لي. اول كلمه كلمه world 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 ده العالم. clean air clean air clean air ده الهواء النظيف. soil 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 يعني تربه. oil 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 يعني نفط او زيت البترول. gas 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 طبعا نخلي بالنا حبايبي هنا ان الاس بتنطق سه ساوند مش ز. gas gas crops crops يعني محاصيل. important important يعني مهم. wood 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 يعني خشب. cooker 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 وكوكر حبايبي هنا مش معناها طباخ، معناها بوتاجاز، اما الطباخ فهو اسمه كوك عادي جدا. fridge 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 يعني تلاجة. nuts 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 مكسرات. tin cans tin cans علب قصدير. healthy healthy صحي. forest forest غابة. coal coal فحم. silver 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 فضة. gold 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 ذهب. goods 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 بضائع. furniture 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 أساس المنزل. jewelry 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 يعني مجوهرات. cellphone 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 يعني هاتف خلوي. pipe 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 ماسورة أنبوبة. leather 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 الجلد المدبوغ. cotton 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 ده القطن. تعالوا يلا حبايبي نشوف تصرفات الأفعال اللي هو مديها لي. تعالوا نشوف الأول الأفعال المنتظمة. عندنا كلمة transport 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 حبايبي بمعنى ينقل، والماضي بتاعها transported transported. include include يتضمن. included included. use use يستخدم. used used. renew renew renewed renewed يجدد. build build built built يبني. sell sell sold sold يبيع. buy buy bought bought يشتري. تعالوا حبايبي يلا نشوف اهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي هو مديها لي في الدرس ده. عندنا كلمه stay alive stay alive يعني يبقى على قيد الحياه. make polluted make polluted يعني يلوث. sell to يعني يبيع الى. to keep يعني الحفاظ. the problem with the problem with يعني المشكله مع. buy from buy from يعني يشتري من. تعال حبايبي يلا نشوف اول كويز مديها لي على الكلمات. عندنا كلمة economy شكل ما قلنا اللي هو الاقتصاد. عندنا كلمة fossil fuels ده وقود حفري. عندنا كلمة crops يعني محاصيل. عندنا كلمة minerals يعني معادن. وعندنا كلمة cooker يعني بوتاجاز. تعالوا نشوف يلا اول جملة. بولي there is a in the kitchen. طبعا في ايه حبايبي من دول موجود في المطبخ؟ اكيد هتقولي there is a cooker. كوكر حبايبي اللي هو البوتاجاز. نمبر 2 بولي
copper يعني النحاس and tin والقصدير are اكيد هتقول لي are minerals ومينرالز حبايبي يعني معادن تاني minerals يعني معادن. number 3 بيقول coal oil and gas are بيقول الفحم وكمان زيت البترول والغاز ده كله حبايبي وقود حفريات فبالتالي هقول fossil fuels يعني وقود حفريات. number 4 بيقول farmers grow many طبعا حبايبي الفلاحين بيزرعوا كثير من ايه هتقولي كثير من المحاصيل والمحاصيل حبايبي اسمها crops تاني المحاصيل اسمها crops. تعالوا نشوف حبايبي يلا درسنا واللي بيكلمني عن water natural resources يعني ما هي الموارد الطبيعية. بقول our world is amazing بقول ان العالم بتاعنا ده مدهش. it gives us many things so we can have food clothes and build our houses طبعا بقولي بيدينا حاجات كتير عشان نقدر نتناول الطعام وكمان يكون عندنا ملابس وكمان نبني منازلنا. the things nature gives us are called natural resources الحاجات طبعا اللي بتديها لنا الطبيعة حبايبي بنسميها موارد طبيعية. we can use these to stay alive and keep healthy طبعا بنستخدم الحاجات دي عشان نخلينا على قيد الحياة وكمان نبقى أصحاء. Some examples of natural resources are water, clean air, animals, forests, soil, fossil fuels like oil and coal, and minerals like gold and copper. واللي بقى حبايبي بعض أمثلة الموارد الطبيعية شكل المية، الهواء النظيف، الحيوانات، الغابات، التربة وكمان وقود الحفريات، شكل زيت البترول وكمان شكل الفحم والمعادن حبايبي، شكل الذهب وكمان النحاس. تعال نشوف يلا 299 بيقول water is the most important of all natural resources because all living things need it to stay alive. طبعا المية حبايبي هي أهم هذه الموارد لأن كل الكائنات الحية محتاجة عشان تبقى على قيد الحياة. we use it to drink to give to our animals and to grow plants نستخدمها عشان نشرب وكمان نديها للحيوانات وكمان نزرع محاصيلنا. we also use it for cleaning for clean energy and for transporting people and goods طبعا حبايبي كمان بنستخدمها للتنظيف وللطاقة النظيفة وكمان في نقل الناس والبضايع. clean air is also important to keep us and our crops healthy طبعا حبايبي الهواء النظيف كمان مهم عشان يخلينا أصحاء ويخلي محاصيلنا صحية. we make furniture from trees طبعا حبايبي بنعمل الأساس بتاعنا من الأشجار الفرش بتاع البيت حبايبي من الخشب والخشب بنجيبها من الأشجار. we grow food in the soil طبعا بنزرع الطعام في التربة. fossil fuels like oil, coal and gas are also natural resources حبايبي بيقول لي كمان ان الوقود الحفريات شكل زيت البترول وشكل الفحم وشكل الغاز الطبيعي كل ده حبايبي بيعتبر موارد طبيعية. they give us energy for our houses and fuel for our cars طبعا بتدينا الطاقة اللازمة للمنازل وكمان الوقود اللازم للسيارات. but fossil fuels make the air polluted and we can't renew them حبايبي لكن وقود الحفريات ده ولا بنقدر نجدده يعني مش طاقة متجددة وكمان بيلوث الجو. other natural resources are minerals حبايبي موارد طبيعية أخرى شكل المعادن and these include gold, silver, tin, copper, lead and zinc طبعا كل الحاجات دي حبايبي اللي احنا خدناها قبل كده بقول عليها minerals. we use gold and silver to make beautiful jewelry بنستخدم حبايبي الذهب والفضة عشان نعمل مجوهرات جميلة. we use the other minerals to make things like cell phones, pipes and our houses, cookers and fridges and our kitchens, computers and cars أما بقية المعادن الثانية حبايبي بنستخدمها عشان نعمل تليفونات محمولة مواسير في بيوتنا بوتاجازات حبايبي وكمان تلاجات في المطابخ بتاعتنا الكمبيوترات وكمان السيارات. all these natural resources are important for our economies طبعا حبايبي كل الموارد الطبيعية دي مهمة للاقتصاد. we take the natural resources and use them to make new products بقول احنا بناخد الموارد الطبيعية دي وبنستخدمها عشان نعمل منتجات جديدة. we then sell the products to other countries and buy things too ونصدر حبايبي او بنبيع المنتجات دي لبلاد اخرى وكمان بنشتري اشياء كمان. طبعا حبايبي في صفحة 300 مديني some examples of the natural resources يعني بعض الامثلة على الموارد الطبيعية مديني. انا حبايبي number one natural resources from plants طبعا دي موارد طبيعية من النباتات مديني بقى شكل fruit الفاكهة الwood الخشب النuts المكسرات وكمان القطن حبايبي اللي هو
القطن. طيب تعال نشوف natural resources from animals. طبعا دي حبايبي من الحيوانات، شكل الميلك اللبن، وكمان الايجز البيض، leather الجلد، طبعا meat meat حبايبي بمعنى اللحمة، تاني meat بمعنى لحمة. تعال نشوف حبايبي mineral resources يعني المعادن، شكل silver الفضة، copper النحاس، tin cans علب القصدير، and gold gold حبايبي اللي هو الذهب، تاني gold اللي هو الذهب. بيقول لي بقى حبايبي we use soil to grow vegetables we can sell these to other countries. احنا بنستخدم التربة طبعا عشان نزرع خضروات وبنبيعها طبعا لدول اخرى. تعال نشوف حبايبي يلا general exercises اللي هو مديها لي على الدرس التالت بتاعنا. عندنا كلمة economies يعني اقتصادات، اقتصاد يعني. عندنا survive حبايبي معناها يبقى على قيد الحياة، wood حبايبي اللي هو الخشب، عندنا vital يعني ضروري، minerals حبايبي يعني معادن. بقول لحبايبي we use natural resources every day in our lives. طبعا احنا بنستخدم حبايبي الموارد الطبيعية كل يوم في حياتنا. The most important natural resource is water. طبعا اهم مورد طبيعي حبايبي هو المية. As we need it to eat. طبعا احنا محتاجينه عشان نبقى على قيد الحياة، يبقى survive. We use the A from trees to make our furniture. طبعا بنستخدم ايه من الاشجار حبيبي عشان نعمل الاساس؟ اكيد طبعا بنستخدم الوود، الوود حبيبي اللي هو الخشب. We use the for making things like fridges and cell phones. طبعا بنستخدم ايه حبيبي عشان نعمل التلاجات وكمان عشان نعمل الهواتف المحمولة؟ اكيد هتقول لي minerals. Minerals حبيبي اللي هي المعادن. All these natural resources are important for our اكيد economies يعني كلها مهمة للاقتصاد بتاعنا. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. نمبر 1 بيقول السيلفر مينرال جولد اند ار ريسورسز. اكيد حبايبي انا عايز اقول ان الذهب والفضه دي موارد معدنيه، فاكيد هقول جولد اند سيلفر ار مينرال ريسورسز. طبعا دي امثله على الموارد المعدنيه. Number two, many our gives things world us. أكيد عايز أقول إن عالمنا بيدينا أشياء كتير. بقول حبايبي our world يعني العالم بتاعنا gives us بيدينا many things يعني أشياء كثيرة. Number three, بقول resources live the natural to stay use we. طبعا اكيد احنا بنستخدم الموارد الطبيعية دي عشان نبقى على قيد الحياة، يبقى اكيد هقول we use نحن نستخدم the natural resources to stay alive يعني عشان نبقى على قيد الحياة. Number 4 بقول is from natural fruit resources plants. طبعا حبايبي عايز اقول ان الفواكه اكيد مورد طبيعي من النباتات، فاذا هقول fruit is a natural resource from plants. تاني حبايبي fruit اللي هي الفاكهة is a natural resource مورد طبيعي from plants يعني من النباتات. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الاختياري. بيقول leather الجلد is a natural resource from. طبعا الجلد حبايبي عارف ان هو بيجي من الحيوانات، يبقى animals. Number 2 بيقول we get our energy from fossil ايه. طبعا اسمها fossil fuels يعني وقود الحفريات. Number 3 air is important to keep us healthy. اكيد طبعا الهواء لازم يكون clean نظيف عشان يخلينا اصحاء. Number 4 بيقول we use water for a people and goods. طبعا اكيد احنا بنستخدم المياه لنقل البضائع وكمان الناس، فأكيد for transporting. transporting حبيبي معناها هنا. تعال حبيبي يلا لصفحة 302 واللي فيها سؤال التوصيل. بقول wood and copper يعني الخشب وكمان النحاس، or أكيد هتقولي natural resources يعني موارد طبيعية.
Number two, will fossil fuels give us? طبعا وقود الحفريات بيديني ايه يا حبايبي؟ اكيد بيدينا طاقة لبيوتنا، فاكيد هقول give us energy for our homes. Number three, will why are natural resources important? طبعا حبايبي ده سؤال، فبالتالي لازم اكمل السؤال for our economy، يعني للاقتصاد بتاعنا، يبقى ليه الموارد الطبيعية مهمة للاقتصاد. Number four, will we use gold and silver? يعني احنا بنستخدم حبايبي الجولد والسيلفر، الذهب والفضة، أكيد to make jewelry يعني عشان نصنع مجوهرات، يبقى دي هتبقى number 4. تعال يا حبيبي يلا نشوف سؤال القطعة بتاعتنا. بقول our world is amazing، العالم بتاعنا طبعا مدهش. It gives us many things so we can have food, clothes and build our houses، بيدينا حاجة كتير فنقدر يكون عندنا طعام وملابس وكمان نبني بيوتنا. The things nature gives us are called natural resources، طبعا الحاجات اللي بتديها لنا الطبيعة بنسميها موارد طبيعية. We can use these to stay alive، بنستخدمها عشان نبقى على قيد الحياة، and keep healthy، وكمان نبقى صحة. Some examples of natural resources are water، طبعا أمثلة شكل المياه، clean air، الهواء النظيف، animals، حيوانات، forests، يعني الغابات، soil، يعني التربة، fossil fuels، وقود الحفريات، like oil and coal. And minerals like gold and silver. Clean air is important to keep us and our crops healthy. طبعا الهواء النظيف بيخلينا اصحاء وكمان محاصيلنا صحيه. We make furniture from trees. بنعمل كمان الاساس من الاشجار. Number one, will we get natural resources from nature? يعني بنجيب الموارد الطبيعيه من الطبيعه؟ اكيد طبعا true. Number two, will clean air as an important مش مهم؟ هتقولي false. طيب تعال نشوف number three, will oil and coal are fossil fuels؟ اكيد طبعا بقول لي البترول وكمان الفحم مالهم حبايبي وقود حفريات، هتقول لي true. Number four, بقول لي what do we use to make furniture؟ يا ترى بنستخدم ايه حبايبي عشان نصنع الاساس؟ اكيد حبايبي we use، يعني احنا بنستخدم wood، الخشب، from trees، اللي جاي منها الاشجار. Number five, بقول لي why is clean air important؟ يعني ليه حبايبي الهواء النظيف مهم؟ اكيد شكل مؤلف القطعة to keep us، يعني عشان يحافظ علينا، and our crops، والمحاصيل بتاعتنا كمان، healthy يعني بصحة جيدة. تعال حبايبي نشوف اخر سؤال معنا، وسؤال punctuation. بيقول لي natural resources are water, animals, forests and soil. طبعا حبايبي في بداية الكلام لازم الانت بكابيتال، يبقى natural resources or. لاحظ بقى حبايبي ان هو جاب لي هنا 1 2 3 4 things، اربع قايمة من اربع اشياء، يبقى انا ما ينفعش اقول and بس بحط كومة. يبقى اذا بعد water احط كومة، بعد animals احط كومة، طبعا قبل and حبايبي احط كومة، soil، وفي الاخر هحط الفلسطوب الجميله بتاعتي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات الجايه ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.